صباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية. اليوم الأول لعودة المدارس في سوريا بعد تأجيل بسبب جائحة كورونا. يعني نحن خلال برنامجنا الصباحي صبايا حكينا كثير عن الاستعدادات وأهمية استمرار العملية التعليمية. اليوم نزلنا على الأرض، على أرض الواقع، لنشوف شو هي التجهيزات، كيف تحضيرات طلاب المدارس والكادر التدريسي بأحد المدارس. أولا راح نشوف طبعا هيك عبر الكاميرا مع إيهاب كيف الطلاب يعني لابسين الكمامات ومحضرين حالهم لأول يوم من المدرسة. وأكيد رح نحكي مع المشرفة الصحية اللي طبعا دورة هو دور توعوي للطلاب بسبب طبعا الإجراءات الوقائية، أهمية ارتداء الكمامة والمعقم، استخدام الأدوات الشخصية. مرحبا، يسعد صباحك. صباح النور، يا أهلا وسهلا، شرفتوا. يعني أول شيء المشرفة الصحية دائما دورة توعوي مثل ما قلنا، احكي لنا أول شيء اليوم عن دورك خاصة بهالحالة الاستثنائية لطلاب المدارس. أنا بالأصل أعمل مرشدة نفسية وتطوعت للإرشاد الصحي، وسنعمل على توعية طلابنا بالمحافظة على صحتهم وصحة زملائهم وصحة المعلمين جميعهم. طبعا الإرشادات الصحية سوف تتوجه إليهم بوضع الكمامة إذا وجدت وعدم خلعها كل دقائق، والمحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل جيد، التباعد الاجتماعي بالصف، وعدم لمس الأشياء الكثيرة بالأدوات المدرسة. هلا في أعمار صغيرة، ممكن كيف ممكن نوصل لهي الرسالة التوعوية؟ الأعمار الصغيرة طبعا بجهود المعلمة والمرشد الصحي سوف نتعاون جميعا على مساعدتهم إلى تخطي هذه المرحلة وتعليمهم منذ الصغر محافظة على النظافة الصحية من غسل اليدين، وهذا أكيد ينعكس من قبل أهاليهم بالبيت، وسوف نتابع نحن الإرشادات الصحية في الصف ومساعدتهم على غسل اليدين، على تعقيم يديهم بالمعقم إذا وجدت الكمامة، أن يحافظ عليها وأن لا يلمس الأشياء بشكل عشوائي. هكذا يعني سوف نساعدهم في ذلك. يعطيك العافية، إن شاء الله بتمر هالمرحلة على خير وسلامة، والسلامة لكل طلاب. شكرا شكرا. أكيد مشاهدينا يعني المدارس طبعا خلينا ننوه أنه كان في حملات لتعقيم المقاعد الصفوف. نحن كمان بدنا نحكي مع مديرة المدرسة حتى نشوف كيف رح تكون الأشياء الإدارية. طبعا هلأ هي عم تعطي الإعازات باليوم الأول بباحث الصف لحتى فعلا يكون أنه جو المدرسة طبيعي وصحي للأطفال. يسعد صباحك. وصباحك، يسعد صباحك. بدنا بس نسألك سؤال، هلا اليوم كل الأهالي عم يتساءلوا انه كيف رح يكون التنظيم المدرسي بهالحالة الاستثنائية اليوم حتى تمرق على خير وسلام؟ ان شاء الله نحن زبطنا الأمور، حطينا الأعداد والمعلمات موجودين. بالصف كم حدا؟ لك الأعداد عندنا بالصف طالب بكل مقعد، بسبب انه الأعداد قليلة حاليا، لكن في ترتيبات ثانية لما بتصير الأعداد كثيرة، قالوا احتمال يصير دوامين صباحي ومسائي، أو جماعة بالصبح جماعة بعد الظهر، فنحن بحسب الترتيبات والتعليمات. إذا بقي عددنا هو فكله طالب مقعد بالمقعد، طالب ورا طالب ورا طالب، بس واحد. بالنسبة للمغاسل الصابون موجودين كلهم، علقنا صابون وتعقمت المغاسل، ونبهنا نحن بأثناء التعليمات أنه أي طالب يطلع من الحمام لازم يغسل إيديه ويعقمهم مزبوط ويفوت على الصف. اليوم الأول أنت كيف شايفتي؟ يعني هلا في أهالي تخوفوا يبعثوا أولادهم. إقبال. في إقبال. يعني إقبال منيح، يعني عدد طلابنا نحن ك400 أو 500 طالب، أنا جاي أكثر من النص. لا أنا شايفة في إقبال والحمد لله. الناس بتتشجع بعد ما تشوف هي يمكن الإجراءات. حبينا اليوم عرض الواقع، نحن حكينا كثير مع ضيوف من التربية ويعني عن أهمية استمرار العملية التعليمية. اليوم ضمن هي الإجراءات نزلنا عرض الواقع لحتى نشوفها. أهم يمكن الإرشادات الإدارية اللي أنت ممكن تنوهي عنا بهي الحالة كمان حتى تمر هيك على خير وسلام. والله الإرشادات هي أولا التعقيم،
وحفاظ على في تعقيم بالمدارس بشكل نعم عندنا بخاخه كبيره وعقمنا المدارس على مدار كل يوم الصبح بنعقمها والبعض الظهر بس نطلع كمان بنعقمها. عندنا كمان التعقيم بالنسبه للطالب انه معاه التاتش بيعقم ايديه، عندنا الكمامه اللي ضروري جدا جدا يكون الطالب حاططها على تمه، وطبعا سمعتي تنبيهات انه ممنوع انه يتبادلها او يشوف موديلها او مشاكل، لانه هي بالنهايه حفاظا على صحته وصحه اهله وصحه الغير كمان. بتمنى لكم يعني فعلا هيك عوده للمدارس وعمليه تعليميه بهالسنه تكون امنه، وشكرا لكم وان شاء الله هيك السلامه لكل طلابنا ولكم. ان شاء الله الف مبروك حبيبه قلبي، وكل عام وانتم بخير والسلامه كمان ان شاء الله لكم، ومشكورين وطول بعمركم. أهلا. يعني صبايا مثل ما شفنا اليوم الأول بعودة المدارس بسوريا بمختلف المدارس، أخذنا نموذج صغير اليوم، هي عودة جيدة، الطلاب لابسين الكمامات، أهاليهم مرافقينهم حتى يطمنوا عنهم، الكادر التدريسي طبعا هو العيلة الثانية واللي أكيد يمكن رح يكون في إرشادات صحية إضافة لإرشادات إدارية حتى تمر هي العملية بخير وسلام. يعني احنا بنتمنى طبعا الصحة والسلامة لكل طلابنا والنجاح بهالموسم الدراسي مثل ما عودونا هن أدى.